غاز أحادي أكسيد الكربون قاتل صامت بلا رائحة ولا لون. الأطباء والمختصون يؤكدون أن حظوظ إسعاف مستنشق هذا الغاز غالباً ما تكون ضئيلة وصعبة. إذا حصل اختناق بغاز مونوكسيد الكربون والمدة جازت يعني مدة كبيرة منذ بداية الاختناق وقتاش ما يلقاوها لا فيكتيم ولا الضحية، يعني كاين دي فيبل شانس، يعني حدود ضئيلة باش واحد يقدر يعني ما نقدروا نسعفوه. نلقت واقطة شبرا على كل شيء. ضحايا هذا الغاز السام لا يشعرون بأعراضه. المشكل في هذا الاختناق الناس ما تقدرش تسلك روحها خاطر تحس في بلاس ميسكولير اي بوف با مارشي، الاكسجين كي ما يلحقش لو كور تاعنا الجسم كاع يولي فابل، يولي يعني ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يسلك روحه، ما يقدرش يحل تاقه، ما يقدرش اعراض ما نقدروش نحسوا بها، يعني ما لانه هذا المونوكسيد دو كربون ما عندوش رائحه، وكي ولا كان واحد يعني في في في, في النوم ما يحس والو، ما يحس حتى اعراض، دونك حتى يلقاوها بعيد الشهر ميت ولا مصروع. فتح منافذ التهوية في البيوت والتأكد من غلق مصادر الغاز بعد كل استعمال هو السبيل الوحيد لتفادي وقوع الكارثة.